السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد مع منتج من المنتجات اليابانية اللي قدامنا ده، كاسيت ناشونال باناسونيك، بنسميه سيبيكا، اللي هو فيه اف ام. كاسيت ناشونال باناسونيك الراديو بتاعه اف ام وام واس دبليو، وطبعا شريط كاسيت. الموديل بتاعه اهو ار اكس شرطة 2350 اف، ار اكس شرطة 2350 اف، طبعا صنع في اليابان. الجهاز ده بنسميه سيبيكا اف ام، ونشوفه مع بعض. ذيس كاسيت از ناشونال باناسونيك راديو اف ام اند دي ام اند اس دبليو اند تيب، موديل ار اكس داش 2350 اف، ار اكس داش 2000 اند ار اكس داش 2350 اف، ميد ان جابان، مالتي باند اف ام اند دي ام اند اس دبليو اند تيب. بقولك قليلا ما تذكرون كانوا السبب في نكدي وعدم سفر اسكندريه. تعنينا اكبر في 50 متر عرض. الغني جار الفقير في التراث يمين، تابع للتراث العربي التقليدي المتعارف عليه. طب ده انا بموت نفسي علشانهم. قابلت يا شفنا الفيديو مع بعض، ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت ناشونال باناسونيك، الراديو بتاعه فيه اف ام وام واس دبليو، وطبعا شريط كاسيت. وزي ما قلنا الموديل بتاعه ار اكس شرطه 2350 اف، ار اكس شرطه 2350 اف، طبعا صنع في اليابان. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، ونتقابل في الفيديو الجديد. شكرا. ذيس كاسيت از ناشونال باناسونيك ميد ان جابان، مالتي باند اف ام اند ام اند اس دبليو، موديل ار اكس داش 2350 اف، RX-2350F made in Japan. Thank you.